هبطي تأخذنا الآن في سفر داخل المغرب الحبيب بتنوع ثقافته وغنى حضارته من خلال كوليكسيون أبدعت فيها سهام هبطي في القصات واستعملت أثواب عديدة في القفطان الواحد تشكيلة لا تخلو من اللمسة الرومانسية المعهودة للمصممة سهام الهبطي هذه اللمسة تتجلى في الألوان وفي القصات كذلك في بعض التقنيات كالورود والريش المثبت على بعض الأثواب كما سنرى أثواب من قبيل كليجا والمبرة والتول المرصع اللمسة المغربية الأصيلة استلهمتها سهام الهبطي من الطرز القديم بكل أنواعه طرز باليد طبعاً من قبيل المتع والرباطي والخريب كذلك تقنيات كالتقنية الشهيرة عند المرأة المغربية ديال الرندا سهام الهبطي اشتغلت في هذه التشكيلة بخيوط معطرة برائحة الفانيلا وأحيت من جديد تقنيات قديمة عريقة معروفة في التراث المغربي ثم أكسسوارات على شكل طربوش مغربي بألوان مختلفة عليه رسوم مرصعة بالأحجار كما تشاهدون تشكيلة رومانسية لسهام الهبطي مستوحاة من ثقافتنا المغربية الغنية جدا تترجم النخوة المعهودة للمرأة المغربية وهي ترتدي القفطان في كل المحافل